بسم الله الرحمن الرحيم. عبد القادر الطباغ النائب الاول لرئيس مجلس مقاطعه كدال. اولا كنشكروا المنبر الاعلامي اصوات على تتبع اشغال مجلس المقاطعه في اطار اعاده صيانه وهيكله شارع محمد الخامس والازقه المجاوره. اليوم حنا كمجلس الحمد لله مرنا واحد الصفقه رقم 2 على 2023 لاعاده صيانه بعض الازقه المجاوره لشارع محمد الخامس. كما عرف الجميع الحمد لله حنا في اطار اللقاءات التشاوريه واللقاءات التشاركيه اللي درنا مع الاخوان ديال فعاليه المجتمع المدني وبالاخص الذكر جمعيه التجار المهني شارع محمد الخامس، رفعوا لنا ملتمسات لرد الاعتبار لشارع محمد الخامس والازقه المجاوره. الحمد لله داخل اجل سنتين وفينا بالوعد ديالنا كمجلس المقاطعه، واللي يمكن نقول كل التجار بان يطمئنوا الحمد لله هما كيشوفوا بان شارع محمد الخامس يبدا يعيش ابهى الايام ديالو، وغادي نردوا له الاعتبار ديالو باش كل التجار يعيشوا البهجه والسرور في داخل شارع محمد الخامس، لان هذا الشارع صراحه شارع غالي على قلوب كل المغاربه. دونك ما يمكننا حنا كمنتخبين مجلس المقاطعه الا نكونوا واعيين وكل وعي بان الحمد لله جميع ساكنه مقاطعه كدال تكون راضيه على العمل ديالنا اللي كنقوموا في اطار تسيير الشان المحلي فيما يخص الاناره العموميه، فيما يخص كذلك الصيانه والازقه، زيانه الازقه وكل المساحات الخضراء. ما يفوتنيش الا بدوري كنائب الاول لرئيس مجلس المقاطعه كنشكر كل الاخوان اللي معنا في مساحه الاشغال، كل الاطر التقنيه والناس اللي صراحه وكبوا مع الشركه اللي كانت مكلفه بالاشغال وداروا التتبع الحمد لله يوميا باش الحمد لله كما كتشوفوا هي الاشغال تنجزت على احسن وجه. شكرا لكم. السلام عليكم. عبد الرحيم الرشيد، تاجر في مقاطعه اكدال. الحمد لله بعد هذا الشارع بدا تيزيان، لان المده هذه وحنا كنشوفوه مكرفص، وتنطلبوا زعما تنشكروا السلطات، تنزيدوا نشجعوهم على المزيد من المجهودات باش يقوموا بهذا المجهود باش ينقيوا هذا الشارع ويكون كما كان في العهد ديالو السابق اللي كنعقلوا عليه. وتنشكركم الله ولي التوفيق. شكرا. كنعتقد ان حنا كنهضروا على هذا المشروع هذا ديال الطرقان، فتح هذه الازقه اللي هي بالاسفلت اللي هي امتداد لشارع محمد الخامس اللي خدات واحد الوقت كبير واللي مكلفه به مجلس الجماعه ديال اكدال. كنعتقد ان افتتاح ديال هذا الطرقان هذا غادي يديروا له فلويديتي ديال لا سيركيلاسيون وداك الشيء، وربما غنجاوبوا على التساؤلات ديال المواطنين لان كانت شويشه الطرقان مكرفصه. وكان هذا سنتنفس الصعداء لان ضروري هاد الطرقان هادو غادي يفتحوا العزله على هذا الشارع وغادي يعطيوا واحد الحيويه ويرجعوا شارع محمد الخامس للطبيعه ديالو. وكان ما يمكن الا نشكروا الناس اللي واقفين مور هاد المشاريع. هذا راه السبت والحد والناس ما كيديوش البال، والناس راهم كيخليوا مصالحهم وكيجيو كيوقفوا على هذا الشيء صباحا ومساء. مشكورين، الله يجزيهم بخير. شكرا على المشاهده. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.